قال عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هنا براهين واضحة جلية تدل على ضعف وعجز هؤلاء المعبودين من دون الله عز وجل، فكيف يعبدون؟ قال مبينا ضعفهم: ولا يستطيعون لهم نصرا، بين عجز هذه المعبودات. قال ولا يستطيعون، لم يقل ولا ينصرونهم، نفى هنا الاستطاعة حتى يجتث هذا الاعتقاد من أصله، فإنه لو قال لا ينصرونهم ربما يستطيعون، فلما نفى الاستطاعة دل على شدة ضعفهم. قال ولا يستطيعون لهم نصرا، ونصرا كما سبق ذكر في سياق النفي فتعم، فلا يستطيعون أن ينصروهم بأي نوع وبأي صورة من صور النصر. ولذا هذه الآلهة تتبرأ منهم وتقول يوم القيامة: إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون، ذهب عنهم ما كانوا يفترونه في الدنيا.